في الفترة الأخيرة شفنا أبطال مصر متميزين جداً وكمان متصدرين للمراكز الأولى في بطولات رياضية كتيرة جداً، آخرهم بطولة العالم للمواي تاي اللي أقيمت في كوالالمبور. قدروا إن هم يحصدوا 7 ميداليات متنوعة خلال المنافسات. معانا النهاردة الكابتن زكريا وليد اللي حصل على الميدالية الذهبية. أهلاً بيك يا وليد. أهلاً بحضرتك. وأيضاً معانا نادية رجب التي حصدت الميدالية الفضية. يا نادية أهلاً بيكي. اهلا بحضرتك. كمان معانا سما ابراهيم اللي حصدت الميداليه البرونزيه. يا اهلا بيكي واهلا بيكم كلكم، منورنا والف الف مبروك. يعني انا والله نفسي اسقف لكم، انتوا مش فاهمين احنا مبسوطين بيكم ازاي. الف مبروك. الله يبارك فيك. في البدايه احنا عايزين نعرف برضو ونفهم قواعد اللعبه اكتر. لعبه المواي تاي مش مشهوره قوي عندنا ومش من الالعاب الشعبيه قوي اللي الناس كلها بتتابعها وعارفه اخبارها، فاحنا عايزين نعرف منكم الاول ايه هي اللعبه دي وايه هي قواعدها. لعبه المواي تاي لعبة تايلاندية لسه في تايلاند، لسه بدايتنا بالبداية بتاعتنا سنة 2020، دي 3 سنة لينا بنلعبوها، لسه طالعة جديدة يعني. من ناحية شاملة هي زي نظام برضو الكيك بوكس وكده، بس هي شاملة كوع وربا ورجل وكده في الوش. طب وانتوا يا بنات عايزين تحكوا لنا أكتر عن مواي تاي؟ أشواط بقى، نظام الأشواط ومدة كل شوط. هي بتبقى 3 جولات اللي احنا لعبناهم في بطولة العالم، وكل جولة 2 دقيقة والراحة بتبقى دقيقة. يعني هي 3 جولات، الجولة 2 دقيقة، يعني المباراة كلها 6 دقايق. لا 9. مش هما 3 جولات؟ 6 دقايق جولة ما بين الجولة الفاصل. عشان الدقيقة الفاصل يعني. طب الفرق بينها المواي تاي والكيك بوكسنج؟ يعني انا اللي انا فاهماه ان انتوا نفس اللي بتلعبوا في حلبة شبهها شوية، فاحكوا لي على الفروقات ما بين اللعبتين. الفرق بين الكيك بوكسنج ان الكيك بوكسنج مش فيها كعان وركب وكده، هي بوكس ورجل بس. لكن المواي تاي فيها بوكس ورجل وكوع وركبه وكده. طب انت رقيقه قوي، يعني بتلعبي ازاي وفزتي ما شاء الله يعني برونزيه؟ يعني احكي لي، يعني خفيف شويه من الكوع لا خلاص احنا تعودنا يعني، بقالنا كذا سنه بنلعب. واللكمات المستقيمه والمباشره والصاعده كل ده بيبقى موجود برضه، بس هي زي الكيك بوكس بالظبط، كيك بوكس بوكس ورجل. هي المواي تاي ازيد شويه، شامله الكوع والركبه، دي ازيد حاجتين. لما اتعرض عليكم في البدايه المشاركه في هذه البطوله، هل كان في تخوف ولا كان في حماس بقى احنا عايزين ندخل في بطوله عالميه؟ بالعكس، كان في حماس. كنا متشيكين ليها، كنا مستعدين لها اكتر. وانتوا؟ ايوه، لان دي بطوله عالم فدي فرصه كبيره جدا. بس انتوا لسه بادئين من سنتين بس، فازاي استعديتوا؟ هي اللعبه جديده في مصر اصلا. الاتحاد تقريبا اتاسس في 2020. ايوه. طب نادية قولي لي، بداتوا تدريب قبلها بكام يوم؟ اي مش بكام يوم، احنا بدانا قبلها بشهور. لا للبطوله يعني، لو بتستعدوا المعسكر مثلا كان في اسبوع او اسبوعين تقريبا معسكر قبليها في المركز الاولمبي اللي هو في المعادي، وده كان معسكر مفتوح وبعد كده بقى معسكر مغلق. وبعديها لما عملنا المسحه وروحنا استنينا المكالمه اللي احنا نجهز فيها شنطتنا عشان نستعد بقى للسفر. بس وقبليها بفتره كبيره كنت عامله معسكر في النادي بتاعي انا، ده معسكر بقى لوحدنا يعني في مركز شباب عواصم اللي انا بتمرن فيه. تمام. زكريا، اللعبه دي فيها دول متفوقين فيها قوي ومشهورين، روسيا واوزبكستان وتايلاند. ازاي قدروا تتفوقوا عليهم والمنافسات كانت عامله ازاي في البطوله؟ هي المنافسات من ناحيه المنافسات كانت جامده. تمام. بس احنا كنا رايحين في مهمه، اللي احنا رايحين نرفع علم بلدنا ونيجي منتصرين، والحمد لله قدرت اللي احنا ناكدوها ونعملوها. يعني انت قلتي ان انت النادي بتاعك مركز شباب عاصم. يعني احنا دايما متعودين يمكن بنسمع انديه زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي وكذا نادي تانيين، لكن انتوا مراكز شباب طلعت لنا ما شاء الله ابطال عالم، فاحكوا لي اكتر بتلعب فين انت زكريا مثلا؟ انا بنلعب في ناديكم حماده. نادي اهلي فرسكور. اهلي فرسكور. اوكي. والله عظيم، في دعم لهذه اللعبه في الانديه بتاعتكم؟ في مدربين. ايوه بيدربوا اللعبه في الانديه بتاعتكم. طب عايزين نعرف كمان المشاركه عامله ازاي في الانديه؟ يعني احنا ما شاء الله عندنا نماذج ابطال، مين من النماذج الثانيه اللي بتلعب معاكم في الانديه؟ مستوى اللعبه عامل ازاي في الانديه؟ هي من ناحيه التمرين، هل في شباب كتيره مقبلين على اللعبه دي عندكم في مراكز الشباب؟ اكيد. كتير. عندكم كام واحد مثلا بيتدربوا؟ عندنا لعيبه. هي اللعبه لعبه مواي تاي شامله من اول مرحله 6 سنين، اطفال 6 سنين وطالع مفتوح.
طب في البطوله احكي لي كده ناديه، يعني مين اكتر فريق انت لعبتي لعيبه فيه كانت شرسه؟ الفريق كان ممكن تكون تايلاند اللي قابلتها في النهائي، علشان اساس اللعبه اصلا كان في تايلاند. بس فهم ممكن يكون عندهم خبره في اللعبه اكبر شويه. بس والقبل النهائي كانت تركيا، بس ما كانتش اقوى من تايلاند. وانت يا سما؟ روسيا. روسيا لانها كانت جايبه أربعة قبل كده أول عالم، والسنة دي برضو جابت أول عالم، وجابت ثلاث مرات أول أوروبا. جماعة احنا في نقطة هنا لازم نركز عليها، احنا دايما فعلا بنتكلم على الأندية الكبيرة اللي بيكون فيها دعم كبير جدا من وزارة الشباب والرياضة عشان يكون فيها كل الألعاب، لكن احنا عندنا نماذج دلوقتي خريجين أو خارجين منين؟ خارجين من مراكز شباب، مراكز شباب البسيطة اللي هي موجودة في القرى والمراكز وفي الأقاليم. مركز شباب مطلع بطل عالم معاه ميدالية ذهبية، وبطلة معاها فضية ومعاها برونزية، وكل الكلام ده في قد إيه؟ في وقت قياسي، اللعبة أصلاً جديدة في مصر، الاتحاد أصلاً اتشكل في 2020، يعني بتكلم في سنتين بالظبط مطلعين أبطال من مراكز شباب، فدي نقطة مهمة جداً. الإقبال عندكم عامل إزاي في مركز شباب عاصم أو في أهلي فرسكور؟ لعيبة في لعيبه كتيره، في ناس كتيره بتلعب، فريق كامل بيتمرن المواي تاي. تدريباتكم عامله ازاي؟ تدريباتكم عامله ازاي في الـ في الـ في مركز الشباب وفي النادي؟ احنا عندنا لما بيكون في بطوله بيبقى قبلها التمرين بيبقى زي معسكر، بس معسكر مفتوح، بيبقى تمرين الصبح وممكن تمرين اللي هي مثلا فتره الظهر وتمرين مسائيه بس، وممكن تبقى تمرين صباحيه ومسائيه حسب شده التمرين والتحمل بتاعه كده، حسب ما الكابتن هو اللي بيعمل البرنامج بتاع التمرين بس. ولو ما فيش بطوله برضو بيبقى التمرين مثلا 3 ايام في الاسبوع، فتره مسائيه مثلا. ده الطبيعي، ده العادي، 3 ايام في الاسبوع. أيوة ده الطبيعي. طب زكريا، يعني اللي احنا عارفينه انه بطل عالم بميدالية ذهبية، بتدخل في قبلها مود كده قوي شويه، يعني حمل تدريبي، برنامج كامل، الاكل بيبقى مختلف، بتوفق ازاي ما بين ده وما بين دراستك؟ واحكي لي يومك عامل ازاي وانت مقبل على بطوله. انا من ناحيه الدراسه ومن ناحيه التمرين دايما بنبقى موازين ما بين بعض، يعني مثلا دي ليها مثلا الوقت بتاعها ودي الوقت بتاعها، دي مخصص لها وقت ودي مخصص لها وقت. تمام. بس من ناحيه الرياضه انا بنتمرن اكتر. انت حابب ده؟ صح، حابب، ومن صغري مش من دلوقتي. انا حابب الرياضه من صغري. انتوا بداتوا اللعبه اول ما بدات في مصر؟ ايوه. كنتوا بتلعبوا ايه قبلها؟ احنا بنلعب سله في الاصل. طب ايه اللي خلاكوا تفكروا اصلا في اللعبه؟ من زمان، من وانت صغير مواي تاي؟ لا، دي تالت سنه ليا، انا لسه بادئ لعب مواي تاي. بتلعب ايه قبلها؟ كان هو برضو مواي تاي بس كيك بوكس وكده. اوكي. وانتوا داخلين بطوله عالميه، هل كان تفكيركم في ان انتوا تحصدوا هذه الميداليات، ولا كنتوا بتشاركوا لمجرد المشاركه؟ لا، تفكيرنا ان احنا نرفع علم مصر. هايل. كان عندك كام سنه؟ 14. ما شاء الله ما شاء الله. احنا كنا حاطين هدف عن نفسي، كنت حاطط هدف قدامي لا نروح نرفع علم بلدي ونيجي رايح في مهمه، والحمد لله ربنا كرمني بيها. ما شاء الله، عظيم. طيب بما ان اللعبه دي جديده، مين وجهكم للعبه دي؟ انا المدرب بتاعي، لان انا كنت اتمرن سنده في الاول، ولما اللعبه ظهرت احنا بالنسبه لنا الكابتن قال ان اللي بيلعب سانده ده ممكن يلعب اي لعبه. سانده اللي هي عباره عن ايه بقى؟ هي السانده بتبقى بوكس ورجل ومصارعه. الفرق ما بينها وما بين المواي تاي ان هي ما فيهاش مصارعه، المواي تاي وبيزيد عليها القلب والنيل اللي هو الكوع والركبه. طب انا عايزه افهم منك حاجه، انتوا يعني عايزه افهم تدريباتك ازاي؟ هل مثلا بتلعبي في جزء منه بتشيلي حديد الويت ليفتنج، او بتعملي ايه؟ لان انا ما شاء الله انا حاسه ان انت يعني بالميداليه دي وبطريقتك وكل حاجه ان انت فظيعه، بس في نفس الوقت كمان صغنطوطه شويه، فاحكي لي تدريباتك بتبقى عامله ازاي؟ هو انا ممكن لو احتجت القوه مثلا في اللي هو في المصارعه او كده، ده بيبقى محتاج لقوه، فممكن الكابتن يجيبني تمرينه الصبح اشتغلها جيم. بس الجيم بيبقى بحمل معين علشان انا لسه جسمي صغير يعني. وممكن بقى بيبقى تمرين فيتنس اللي هو تطويل نفس، جري الصبح كده. بس ولما احتجت ان انا انزل جيم الكابتن نزلني جيم مخصوص بره. طيب سما، دخلت انت اللعبه ازاي من البدايه، ومين كان بيساعدك من البيت؟ اول ما دخل احنا كنا بنلعب سانده برضو. بعد كده اول ما مواي تاي طلعت بدانا مواي تاي، كان بابا وماما اصلا ورايا من الاول. يعني بيشجعوني بيدعموني وكده.
جينا في الاول بدانا بطولات جمهوريه، كسبنا بطولات الجمهوريه، جبت اول جمهوريه مرتين. بعد كده جينا بطولة افريقيا، جبت اول افريقيا، فدخلنا تصفيات عشان نطلع على بطولة العالم. صفينا واختاروا مننا كذا واحد يعني، والحمد لله طلعنا بطولة العالم وانا برونزيه. وشرفتونا والله. زكريا، الاستعداد لبطولة عالمية هل بيختلف عن الاستعداد للبطولات المحلية، ولا انت داخل كلك حماس لانك تحصد اللقب الاول او المركز الاول في اي بطولة بتشارك فيها؟ اكيد بيبقى في فرق ما بين دي ودي. يعني انا داخل بطولة العالم يعني متحمس، ويعني كنت حاطط هدف قدام. فدي اللي كانت يعني الثقه بنفسي اكتر شويه. وهي المنافسات طبعا بتكون اصعب في البطولات العالميه اكيد، لكن الاستعدادات بقى قبل البطوله نفسها، قبل المشاركه في البطوله نفسها، ومن ناحيه التوتر وكده بيبقى في توتر خفيف عشان خاطر دي برضه بطوله عالم مش بطوله برضه عاديه. فدي من ناحيه التوتر بيبقى في توتر شويه كده، اول ما نطلع نحط رجل على الحلبه ننسى اي حاجه، كل حاجه. لكن التدريبات هي هي، لكن التدريبات هي هي. انا مده التدريبات هي هي، البطوله المحليه زي العالميه. لا، من ناحيه التدريب وكده انا بنبقى يعني قبل بطوله العالم، انا والدي مدرب منتخب مصر مواي تاي ما شاء الله. فكان مقسم لي فكان مقسم لي بقى اللي هو يعني ميعاد التمارين بتاعه، تمرين بدني والريح تمرين مهاري كده. انت يعني ما شاء الله، انا عايزه بس اقول للمشاهدين، زكريا 15 سنه، نادية 15 سنه، سما 14 سنه. نادية وسما، حد من قرايبكم قعدوا يقولوا لكم يا بنتي بلاش دي لعبه للولاد شويه وكده، ولما خدتوا الميداليات غيروا رايهم وقالوا لكم كنتوا صح ولا لا؟ هو بس ممكن كانوا يقولوا ان هي تضيع وقت عنيفه شويه وكده. ما هو اي لعبه، اي لعبه هنقتطع من وقت المذاكره عشان نروح نلعب، اي رياضه هنقتطع من وقت المذاكره عشان نمارس الرياضه. بس يعني هو الميزه ان احنا نوفق، يعني احنا نوفق. الله ينور عليك. لكن هي بس انت تسال في حاجه تانية، دي لعبه عنيفه وانتوا بنات صغار لسه 14 سنه، فهل كان في اعتراض من البدايه؟ سما يعني كان عندك هنا في اعتراض؟ وبعد ما اخذتي الميداليه ورجعتي بيها قالوا لك ايه؟ بس بقى فرحانين ان انا كنت صح، قالوا لك انت صح بس كده. هما بس كانوا شايفين ان اللعبه ممكن تغير شخصيتي، تخلي شخصيتي ناشفه شويه. طب انتوا حاسين ان هي غيرت شخصيتكم؟ بالعكس، هي ادتني ثقه شويه. حاسه بايه؟ قولي لي غيرتها ازاي؟ ادتني ثقه شويه في نفسي، ما بقاش اخاف ما كده يعني عن الاول. هي بتديني ثقه برضو، واقدر ادافع عن نفسي في اي وقت. زكريا نفس النظام، الثقه بالنفس اول حاجه، ثاني حاجه نعرف ندافع عن نفس ازاي في اي وقت تعرضت له، لو قدر الله مثلا حصل مشكله ولا حاجه نعرف يبقى مثلا نعرف ندافع عن نفس ازاي. اللي هيعمل معاك مشكله ده يعني هو اللي جاني على نفسه. بطل هي بتدي ثقه في النفس يعني بتحفز، والمدرب برده بيحفز من ناحيه برده ثانيه كده. طيب الاتحاد ضم كمان الام ام اي في الالعاب بتاعته، في فرق كبير بين الساندا والمواي تاي حاجة والساندا حاجة تانية. انا فاهم، في فرق كبير. المواي تاي وكده دي حاجة لوحدها، الساندا دي حاجة تانية خالص. انما المواي تاي قريبة طيب من الام ام اي؟ قريبة منه. طيب ايه الدعم اللي بيقدمه الاتحاد ليكم؟ يعني بيتواصل معاكم ازاي؟ محتاجين حاجة فبتطلبوها من الاتحاد، او النادي بتاعكم او مركز الشباب بتاعكم بيطلبها من الاتحاد؟ انا بنشكر ادارة الاتحاد المصري، نشكر الكابتن محمد ابراهيم، رئيس محمد ابراهيم، ده ما قصرش معانا في بطوله العالم في حاجه، من ناحيه اكل ما قصرش معانا، من ناحيه كصحه وكده ما قصرش معانا في حاجه. تمام. ايه اللي انتوا لسه محتاجينه كمان؟ يعني اللي انتوا محتاجينه يا ناديه تاني انت وسامه مثلا؟ كابتن محمد مش يعني مش مخلينا محتاجين حاجه يعني. هايل. طيب هل في بطوله معينه بتفكروا او نفسكم ان انتوا تشتركوا فيها؟ ايوه ان شاء الله بطوله العالم الجايه ده باذن الله. ان شاء الله برضه هتكون للشباب، انتوا لسه صح مش للكبار. أيوة. بس ان شاء الله نكون كلنا ذهب بقى. ربنا معاكم. هو ده هو ده الكلام. ربنا معاكم ان شاء الله وبالتوفيق، ومره تانية الف الف مبروك. الله يبارك فيك. شرفتونا وشرفتوا نفسكم وشرفتوا مصر وشرفتوا اهاليكم كمان. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لكم. مشكور طبعا كابتن وليد او زكريا وليد الحاصل على الميداليه الذهبيه في بطوله العالم للمواي تاي، وناديه رجب الحاصله على الميداليه الفضيه بنفس البطوله، وسما ابراهيم الحاصله على الميداليه البرونزيه. شكرا جزيلا لكم. شكرا لحضرتك.